السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. مقابله كبيره دارها سعيد بالرحمه، مقابله ولا اروع لسعيد بالرحمه. سعيد بالرحمه اللي من مقابله الى مقابله يبين باللي اللاعب هذا راح يتطور وراح يزيد يتالق مقابله بعد مقابله، وراح يكون الموسم هذا ان شاء الله يكون موسم استثنائي لسعيد بالرحمة، وموسم إثبات الوجود سعيد بالرحمة بعد ما كان في الشامبيونشيب. والموسم اللي فات اللي نقدر نقوله بين قوسين استثنائي نظرا لعديد من المعطيات، من بينها عدم توظيف اللاعب في مكانه، من بينها أيضا أنه اللاعب مازال ما تأقلمش يعني من الشامبيونشيب للبريمير ليج. ايضا اللاعب سعيد بالرحمه ما لقاش الراحه نتاعو عكس ناديه السابق برينتفورد. العام هذا والموسم هذا سعيد بالرحمه ابرز خاصه في المقابلات الوديه. اذا مقابله اليوم، مقابله مع فريق محترم، فريق عنده وزن، عنده ثقل في ايطاليا وفي اوروبا، هو اتلانتا الايطالي، اللي فريق هذا وصل ادوار متقدمه في الشامبيونز ليج الموسم اللي فات. اذا اول شيء سعيد بالرحمه عودنا دائما على الفنيات، عودنا على المراوغات، وهذا بالفعل ما كان. اسيست الاول انطونيو ولا اروع، من بعدها ايضا باقي يحاول الكره اللي ضربت في العارضه، يعني لولا العارضه كان يكون هدف خرافي، لكن للاسف من بعدها في الشوط الثاني ما نقولوش انه تراجع مستوى سعيد بالرحمه، وين ما يمسك الكره يكون معاه الخطوره تعود معاه، لكن المشكله انه خروج انطونيو وتغيرت طريقه اللعب واصبح سعيد بالرحمه كانه راس حربه، اذا ما تاقلمش مع المنصب منصب راس الحربه عكس لما كان يلعب في الجناح في الشوط الاول. جماهير وستهام علقت على اداء سعيد بالرحمه. إذا هامرز نيوز مشجعو ويست هام أذهلهم عرض سعيد بالرحمة أمام أتلانتا. إذا هامرز نيوز مشجعو ويست هام أذهلهم عرض سعيد بالرحمة أمام أتلانتا. أثار مشجعي ويست هام إعجابهم بسعيد بالرحمة بعد أدائه أمام أتلانتا في كأس بيتواي على استاد لندن ظهر اليوم. كان الزئبقي البالغ من العمر 25 عام رائعا تماما بالنسبة للمطارق وسام خلال فترة ما قبل الموسم حتى الآن، يعني قبل بداية الموسم في المقابلات الودية التحضيرية السلتيك والعديد من المقابلات الودية وأتلانتا الفريق الإيطالي المحترم، يعني كل مرة يتألق وكل مرة يطلع المستوى نتاعو. ويتوقع العديد من مشجعي وستهام ان يستمتع الجزائري بحمله رائعه لفريق شرق لندن هذا الموسم، يعني يتوقعوا مشجعين وستهام انه يكون موسم هذا موسم استثنائي لسعيد بالرحمه، ويزيد يتالق ويستمتع في البريمير ليج، خاصه ان نعرفوا سعيد بالرحمه لاعب مهاري ولاعب فنان يعني صراحه. لاعب اخر اليوم اللي ضيع كاس الكوميونيتي شيد او ما يسمى بكاس الدرع الخيريه، اللاعب رياض محرز أمام ليستر سيتي فريقه السابق. رياض محرز اليوم اللي كان نوعا ما ما نقولوش خارج الإطار، ما كانش موفق خاصة في مخالفة وقبلها في الهجمة المضادة، هجمة تاع الكونتر اتاك فاس فاس اللي ضيعها، نقدر نقولوا مازال هذا هي الانطلاق. مازال فريقين يعني في زوج سواء ليستر او مانشستر سيتي مازال ما طلعوش المستوى نتاعهم، بعد مرور جولتين او ثلاثه من دوري البريمير ليج يبدا يطلع المستوى، ونشوفوا ايضا رياض محرز يتالق. اذا رياض محرز تحصل على تنقيط نوعا ما ضعيف انا بالنسبه لي، خاصه موقع سوفا سكور. رياض محرز تحصل على تنقيط نوعا ما ضعيف خاصه سوفا سكور اللي اعطاه تنقيط 6.6، يعني من نقدر نقولوا تنقيط من اللاعبين الضعفاء، يعني نقدر نقولوا تنقيط ضعيف. اما هوسكورد اعطاه 6.0، يعني 6 يعني كانه ثاني لاعب، أسوأ ثاني لاعب بعد توريس، ثاني أسوأ لاعب بعد توريس. اذا تنقيط خارج الاطار، مازال ما رجعش في الفورما. الايام القادمه وبدايه البطوله الانجليزيه البريمير ليج راح نشوفوا هل محرز راح يرجع مستواه، ونشوفوه ان شاء الله كما كان في السابق. نتمنى ان شاء الله محرز
يعاود يرجع كما كان في السابق، خاصة بعد توالي المقابلات وتوالي تصعيد الريتم، وبالتالي يرجع محرز إن شاء الله في المستوى نتاعه. لاعب آخر اللي صراحة يعني هذا اللاعب مظلوم إعلاميا، هذا اللاعب مظلوم إعلاميا، إسلام سليماني. إسلام سليماني اليوم لعب فريقه أولمبيك ليون ضد رامس، دخل في الشوط الثاني مع يعني بعد دخول إسلام سليماني في الشوط الثاني جاء هدف التعادل. يعني إسلام سليماني أنعش القاطرة الأمامية وأنعش هجوم أولمبيك ليون، لكن الغريب في الأمر أنه هذا اللاعب ما يعتمدش عليه المدرب الألماني تاع أولمبيك ليون، ودائما يلعبه في الشوط الثاني كلاعب يعني بديل أو لاعب احتياطي دائما في المقابلة سواء الودية أو المقابلة اليوم انطلاقة الدوري الفرنسي. إذن إسلام سليماني دخل جاب الهدف، هذا هو إسلام سليماني، سوبر سليم كما كانوا عيطولوا في سبورتينغ لشبونة. إسلام سليماني تحصل على تنقيط صراحة تنقيط ممتاز جيد، تنقيط 7 في موقع هوسكورد. إذن إسلام سليماني يؤكد مرة بعد أخرى أنه لاعب من طينة الكبار، مهاجم قناص. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، سواء إسلام سليماني سواء أيضا رياض محرز إن شاء الله ليعاود يرجع إن شاء الله بعد توالي الجولات البطولة البريمير ليج، توالي المقابلات راح يزيد يرتفع في الريتم. أيضا ما ننساوش سعيد بن رحمة اللاعب الفنان اللي كل جماهير معلقة آمال كبير عليها سواء في الجزائر أو في إنجلترا، أو كل جزائريين اللي معلقين آمال كبيرة، آمال كبيرة خاصة بعد ما شافوا المردود الرائع في المقابلات الودية. كاين اللي يقولك المقابلات الودية ما نشوفوش عليها، لكن اللاعب يعطيك مؤشرات أو يعطيك ملمح يعني باللي راني قادر نكون ندير حاجة في قادر ندير حاجة في البريمير ليج. مقابلة الودية هذه صحيح أنها تحضيرية ما نخذوش عليها بعين الاعتبار، لكن هذا المردود يبشر بالخير. يعني مردود هذا تاع مقابلة الودية يعطينا كمؤشرات أنه ربما يكون هذا الموسم موسم سعيد بالرحمة في البريمير ليج. إذن كل التوفيق لكل لاعبي المنتخب الوطني. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.